لو الوضع ده يبقى السعر كمان 35 40 يوم يبتدي ينزل، ينزل لكام؟ يبدأ ينزل على طول. هي نسبة وتناسب حضرتك، هي نسبة وتناسب، أصل هي تكلفة وأرقام. العلف بيمثل 75% النهارده من التكلفة، ونفس النهارده في إضافات أخرى زي الأدوية واللقاحات، دي برضه بتمثل من 5 ل 10%. فدي كلها بتؤثر. لو في ثبات النهارده، في توفر النهارده، هيحصل استمرار في الانتاج. مهم جدا يا مدام لميس المربي يستمر في الانتاج، مش عايزين اللي حصل السنه اللي فاتت يحصل تاني. لا، هو التوازن الاسعار هيجي منين؟ تراجع الاسعار هيجي منين؟ من الانتاج. قلنا سلعه لا يوجد فيها احتكار او تخزين، بيض طازج وفراخ طيب. حيه. بس البيض دلوقتي على فكره البيض بيزيد، يعني من يومين كان 150 دلوقتي 160، وانا سامعه 180، يعني البيضه بتوصل ل 6 جنيه و5 جنيه ونص و6 جنيه. ده كلام مظبوط، بس عايز اقول سعر المزرعه النهارده 103. ما هو انا مش هجيب من المزرعه، اكيد مش هتجيب حاجه انا مش هروح المزرعه، لكن عايز اقول ان احنا بنعيشه النهارده ده نتيجة أحداث حصلت السنة اللي فاتت في 2023 وخروج المربين. أنا موافقك تماما. أنا سؤالي بقى، لو الأسعار دلوقتي، لو السعر فضل 55، افرض 55 زي ما هو تقريبا موجود دلوقتي، طالع أو نازل جنيه أو 2 جنيه، هيرجع الفراخ ترجع ل 68 تاني ولا هنرجع لكام؟ اكيد هترجع تاني، بس ما اقدرش اقول هترجع. احنا داخلين على مواسم، لازم نحط المواسم في الاعتبار. لازم نقول النهارده اللحمه الحمراء غاليه جدا، وان المواطن بيلجا النهارده للدواجن بديل عن اللحمه الحمراء اللي وصلت لاسعار قياسيه. فلكن هترجع توفر الاعلاف، توفر الخامات، هو السبيل الوحيد لزياده الانتاج وايجاد اتاحيه هتنزل الاسعار وهتعمل توازن في الاسعار. فشيء طبيعي بس جدا. بس كام؟ ما نعرفش، ما نقدرش نقول ال 68 دي. احنا داخلين على مواسم والاستهلاك بيزيد شويه، ممكن تبقى 68، ممكن تبقى 70، ده حسب النهارده العرض والطلب. لكن اللي يهمني السلعه لا تخزن ولا يوجد فيها اي شكل من اشكال الاحتكار، لا هي سكر على خزنه. لا، ما هو محدش مفهوم ان دي سلعه لا تخزن، هو المهم بس الاسعار. ان احنا داخلين على رمضان ومحتاجين ان الاسعار تهدى علينا شوية، خاصة ان سعر الصرف ابتدى ينخفض. شكرا دكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.